خفضت مؤسسة موديز انفستورز سيرفيس التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة، وصرحت المؤسسة أن تصنيف إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية انخفض من B3 إلى CAA1، اي تصنيف يقع في المرتبة السابعة بالدرجة غير الاستثمارية لموديز. ويفضله عن اعلى تصنيف او يفصله عن اعلى تصنيف للوكاله ب 16 درجه